وزير الصحة سيد الزحاف اليوم بمدينة أطار بولاية أدلال الحملة الوطنية الرابعة للتلقيح. وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان على صفحتها الرسمية إن الحملة تعطي أولوية خاصة للمرضعات والنساء الحوامل وطواقم التأطير في قطاع التهريب الوطني والتلاميذ البالغين من العمر 18 سنة فما فوق وعمال الإدارة العمومية والسائقين. وأضافت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تطعيم 500,000 مطعم جديد عن طريق لقاح أسترازينيكا في الفترة ما بين 14 إلى 19 من شهر أكتوبر الجاري.